حكم تناول أكل لحم طيور البحر؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الأصل في الطيور الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، مثل ذوات المخالب التي تفترس بها وتصيد بها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فالجوارح التي تفترس بأنيابها أو بأظفارها هذه سباع من سباع الطير أو الوحوش، لا يجوز أكلها. وكذلك الطيور التي تتغذى بالخبائث، الطيور التي تتغذى بالخبائث كالغراب والرخم وغير ذلك مما يأكل الجيف، هذه حرام لخبث ما تأكله، لأنها تتغذى بالخبيث فيؤثر ذلك في لحمها خبثا. وكذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كالغراب والحداء، أو نهى عن قتله كالهدهد والصرد، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من الطيور أو نهى عن قتله من الطيور فإنه لا يحل أكله، وما عدا ذلك فإنه حلال، سواء كان من طيور البر أو من طيور البحر. نعم.